الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. كالمعتاد البداية مع رأفت ومجموعة من العناوين والأخبار. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. راح نتابع بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، والبداية من العناوين. العثور على جثة بجانب سيارة محترقة في مدخل الديوانية دغارة. جسر الفتحة في صلاح الدين يخرج عن الخدمة بسبب سيول الأمطار. إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر كانون الأول. مرة أخرى الله بالخير رأفت. الله بالخير أزل. اليوم عندنا الكثير من القضايا حقيقة. العنوان الأول مؤلم للغاية، يعني صراحة ما أعرف ماذا يحدث في البلد، لكن أتمنى أنه يعني ينفتح تحقيق بالموضوع مال العثور على جثة بجانب سيارة محترقة. يعني إحنا قعدنا نتناقش بالموضوع، من الممكن أنه يكون هناك يعني حادث حصل لسائق السيارة وبالتالي لم يستطع إنقاذ نفسه في نفس الوقت، لكن يجب أن يفتح تحقيق بالقضية لمعرفة الأسباب الحقيقية. يعني جسر الفتحة في صلاح الدين يخرج عن الخدمة بسبب السيول، هذا موضوع يعني شايفين أنه إحنا نفرح بموضوع الأمطار وبنفس الوقت نخاف منها بسبب السيول. كان المفروض أن نستفاد من كل قطرة مطر تسقط في العراق، والأيام القادمة أيضا الأنواء الجوية قالت هناك موجة أمطار جاية، فيا ريت أنه نستفاد من عدها حتى يمر فصل الصيف دون جفاف ودون الحاجة إلى المياه ودون الحاجة إلى الهجرة من الريف إلى المدينة، أو ممكن حتى من المدينة إلى ما أعرف وين بحثا عن المياه. فعلا أنه حتى موضوع السيول رغم أنه خلت جسر الفتحة يخرج عن الخدمة، لكن أنه هي بها فائدة كبيرة جدا، كون أنه هذه المياه اللي موجودة حاليا في هذه الأنهر الفرعية كلها راح تذهب لخزانات المياه في دجلة وفي غيرها من الأماكن المخصصة لها، فموضوع مهم جدا. لكن أنه نتمنى أنه تكون أكو صيانة مستمرة على هذا الجسر، أو على الأقل تبديله بجسر آخر، كون أنه جسر الفتحة عانى معاناة كبيرة جدا. صح. يعني آخرها كان في بداية السنة أو العام الماضي أنه كان مغلق لفترة طويلة. صحيح. جدا، وفتحوه من جديد، لكن أيضا صارت عليه بعض القضايا، ويوم يفتح يوم يغلق، وهذه المشكلة اللي ما راح نخلص من عندها ما دام أن جسر الفتحة بعده بنفس حجمه وبنفس هيكلة القديمة وما عليه أي تحديث. وأيضا موضوع أنه الجرائم، يعني أنا كنت أسولف أنا وأزل قبل أن نبدأ البرنامج أنه جرائم مخيفة، يعني رغم أنه البارحة الداخلية صرحت أو أوت البارحة أنه نسبة أقل صارت أقل من العام. صح. الماضي. صحيح. هذا مؤشر جيد أنه الأرقام قلت، بس أنه دنشوها بكثرة. صح. يعني البارحة بالديوانية يعني أكو بشاعة بموضوع التفنن بالتنفيذ. صحيح. يعني أنه تقول له غمض عينك حتى أنطيك الهدية. أيه. تحرقه هو بالسيارة. أيه. احيانا احنا نقول بعض انت تحكي انه بعض مثل هكذا امور تصير مثلا باندفاع او بعصبيه، هاي مخطط لها، هاي مخطط. اخطر شيء ان يكون الانسان يخطط لجريمه، والرجل اللي حرق زوجته واطفاله وقال انه قضاء قدر حادث، يعني انه هذه مخططات. يعني اتمنى انه من وزاره الداخليه والجهات المعنيه مو فقط القاء القبض على المجرمين او المنفذين هذه الجرائم البشعه، لا، انه دراسه هذا الموضوع بعمق حتى نبحث عن أسباب اللي وصلتهم لهذا الحال، وأيضا نبحث عن حلول تخلصنا من كل هذه المشاكل ويرجع وضعنا الطبيعي. راتب المعين المتفرغ أيضا انطلق، وهذا أيضا خطوة جيدة تعتبر، كون أنه احنا مقبلين على مناسبة مهمة جدا واللي هي رأس السنة الميلادية، توديع سنة 2023 واستقبال 24. إن شاء الله يا رب سنة خير على جميع العراقيين، وإن شاء الله الوضع ما يبقى نفس الوضع اللي احنا عشناه ب 23، أكيد يكون بتغيرات. واحنا دائما ما نقول أنه خلي الأمل يكون موجود حتى القادم فعلا أنه يكون أفضل، لأنه إذا راح نبقى متشامن، ها احنا سوينا بالسنوات الماضية، فأكيد راح تجينا سنة جديدة واحنا ما راح نسوي شيء، بس خلينا نقول لا، أنه أنا لازم أسوي، لازم أبحث، لازم أنه أعمل، لازم أنه أفكر. خلينا نحلم، الحلم عادي، خلينا نحلم، بس خلونا نسعى من أجل تحقيق أحلامنا. رجاء وخلوكم بعيدين عن
جماعة الأبراج وهذه السوالف دائما ما يحبطوكم يعطوكم طاقة سلبية مثل ما أزل جتي قالت إنه اليوم برجي كله مقلوب يعني. لا لا صراحة إنه أنا متفائلة ب 24 لكن سوف هاي أنا ضدها يعني ابدي بتحقيق حلمك. احنا هواية يعني كثير حتى من الطلبة مثلا هو نايم ويقول لك انا اريد انجح، هو نايم ويقول لك انا لازم انعفي، هو نايم يقول انا اجيب معدل، لا يمكن. هو أدرس. قاعد بالبيت ويريد فلوس، يريد يعني بالضبط تجي جنطة كثير من يعني الناس على فكرة اكو شغلات يعني امثال رائعة للعمل من داخل المنزل الكثيرة، روحوا شوفوا على مواقع التواصل الاجتماعي كثير من الناس خلقوا من لا شيء شيء في منازلهم. ابسط شيء الطبخ، يقول لك انا حتى اطلع يعني مصرفي. كثير من البنات والأولاد ما شاء الله، ففي حين أكو ناس تحت البطانية ويقول لك أنا والله أريد الله يرزقني، لا يمكن الله يرزق شخص كسول. اسعى يا عبدي وأنا أعينك. فخلينا نبدي مع 24، فكر احنا الله انطعنا هذا العقل لنستفيد منه لنستغله بالشكل الصحيح. ممكن أنه احنا مع كل هذا المليارات الموجودة حاليا في العالم أن نستطيع أن نبتكر فكرة وإن كانت مقلدة نوعا ما، لكن أستطيع أنه أنا أفتح باب رزق مثلا، أفتح حلم جديد، أفكار جديدة. على العموم إن شاء الله يا رب 24 تكون سنة خير، سنة محبة أول شيء وسلام، هذا مهم جدا. لما يتوفر السلام والمحبة ديش الساعة بقية الأشياء تجي تباعا. إحنا شوية تنقصنا، والله مو شوية هواي، السلام المحبة، أنه واحد يحب الخير للآخر، أنه تصفي نيتك، وبالتالي الكل يتساعد ويتعاون في هذا البلد والبلدان الأخرى. وإن شاء الله يا رب تحقيق الأمن والسلام، ونعيش سنة مليئة بالهدوء والاستقرار، وإن شاء الله يا رب تعدي على خير وتكون أفضل من السنوات السابقة. لحد الآن إحنا نعرف أنه من 20 لحد الآن إحنا عانينا معاناة استثنائية مع كل شيء وخاصة مع الأمراض. إن شاء الله يا رب 24 تكون مختلفة بكل المقاييس لكل الناس طبعا للمجتهد فقط. طيب خلينا نبدأ احنا موضوع كلش مهم حقيقة، وزارة الداخلية رغم انه تعرفون نهاية سنة يصير هناك ما نسمي تكاسل، وانما يصير انه هناك يعني تبدي الوزارات والدوائر نوعا ما يعني ما بيها شغل لانه جرد، وحتى تبدي للسنة الجديدة. لكن رغم هذا الداخلية شنت حملة ضد التجار وأصحاب المخازن والمتلاعبين طبعا بالأسعار والمتلاعبين حتى بالنوعيات. احنا جايين نشوف انه احنا سوق مفتوحة، هناك ناس من منازلها سونا كنا نحكي عن الرزق، لكن مو معناته انه انا اسوي شيء ممكن يضر بحياة الناس. جايين نشوف انه هناك من يتلاعب، يجي يقول لك يابا انا هاي البضاعة حقيقية، يغير ممكن اسمها، يغير شكلها، يغير ويبيعها على انها على اساس اصلية. ايضا ناس كثيرة ممكن او تجار يروحون يجيبون من اردى الاماكن للاسف، ويجي بيها على أنها زينة ممكن منتهت الصلاحية، يغير كل هذا أو التلاعب حتى بالأسعار. جاي يشوفون صاعد نازل، تروح أنت للسوق تشوف تتفاجأ بالأسعار، والله شنو الدولار. طبعا هذه حجج وذريعة. لذلك اليوم كانت وزارة الداخلية سوت حملة كبيرة من أجل هي أنه على التجار وأصحاب المحال. هذه رسالة مهمة لكل يعني حتشوفون التقرير بتفاصيل كثيرة، يعني يمكن لأول مرة أو من النوادر نعرض تفاصيل حتى أصحاب المحال والتجار يعرفون أنه وزارة الداخلية مو راح تفترض على محل، لا هي فتشت بالتفاصيل بالأوراق كلها حتى تعرف من هو المتلاعب الأساسي أو وين جاي يصير نقاط الضعف حتى تحلها. هناك نقاط مهمة على التجار، لأنه إحنا تعرفون كل مناسبة جاي تصعد الأسعار، مثلا يجي رمضان العالم استغلوها، العالم يخفض أسعاره، إحنا بالعكس إحنا نصعد الأسعار، نستغل للأسف. ومن طبعا الضحية المواطن. نشوف التقرير، وأتمنى من التجار أصحاب المحال اللي عنده حتى يعمل بمهن بسيطة لكن هو يعرف نفسه أنه قاعد يتلاعب، ترى هذا قاعد يتلاعب بأرواح الناس، هذا عداد أعمارهم. إن شاء الله يكون هناك توعية كبيرة بهذا الموضوع، وإن شاء الله الكل يستفاد. وبنفس الوقت المواطن إلى دور، من تشوف أنت غش أنت ما اشتريت، لكن يجب أما تنصحه، وإذا ما أخذ بالنصيحة يجب أن تشتكي للجهات المعنية، لأن هذا الشخص من الممكن مثل ما قلت لكم أن يتلاعب بأرواحنا وبأعمارنا. نتابع. تحية طيبة لكم أحبتي مشاهدي الشرقية وبرنامج أهل المدينة. اليوم برنامج أهل المدينة راح يكون برفقة فرق من مكافحة الجريمة المنظمة والأمن الاقتصادي بحملة تفتيشية على التجار وأصحاب المحلات اللي يتلاعبون بالأسعار، وأصحاب المعامل اللي ينتجون سلع وبضائع غير مرخصة وغير قانونية أو قد تكون تالفة. فحياكم الله وابقوا ويانا.
شرعت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بحملة واسعة في بغداد والمحافظات لمراقبة أسواق الجملة وكذلك أسواق المفرد لبيع المواد الغذائية للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار واستغلالها من قبل بعض التجار ضعاف النفوس، وكذلك للتأكد من التجار الذين ادخلوا ضمن المنصة الإلكترونية بأن يكون استلام المبالغ للعملة الصعبة الدولار على السعر المخصص من قبل البنك المركزي العراقي، والبيع والشراء للمواد الغذائية ضمن السعر السوق الموازي. راح تتم هذه الحملة بمرافقة لجان من قبل وزارة التجارة وكذلك اتحاد الصناعات، بالإضافة إلى غرفة تجارة بغداد والغرف التجارية اللي موجودة ضمن المحافظات. أي مواطن يلاحظ هناك أكو شك بالمنتوج يتم الإبلاغ عن الجهات الموجودة اللي هي مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بجلب المادة مدى التأكد من عندها. إحنا راح يتم بدورنا مفاتحة وزارة الصناعة وزارة التجارة للتأكد من مدى صلاحية هذه المادة وهل هي هذه المادة مقلدة أم أصلية. أجهزة كهربائية قوائم مالتك هسه مال البيع مو بايع أنت؟ لا بعد ما محمل اليوم. إيه طين القوائم إيش عندك طين يعني؟ اليوم بس جيب لي القوائم. احنا تدقيق على البضاعة اللي داخلة من خارج العراق فيما يخص المنافسات ومدى التزامهم بالتعليمات الخاصة بالبنك المركزي العراقي باستلامهم على السعر المحدد من البنك المركزي العراقي، ونطابق ويا قوائم البيع بالمفرد. نلاحظ هناك اكو فرق بالقوائم من حيث أن يكون البيع بالسوق الموازي أو الالتزام على التعليمات اللي خاصة بالبنك المركزي العراقي بأن يتم البيع أيضا بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي العراقي. هذه الوصولات اللي خاصة بالسعر المخصص من قبل البنك المركزي العراقي بأن هم داخلين ضمن المنصة اللي حددت من قبل البنك المركزي العراقي ويتم البيع والشراء على ضوء هذه التسعيرة. هذه التسعيرة حاليا ما مكتوبة ما مذكورة بالقائمة قائمة المحل. هاي مذكورة هاي مذكورة موجودة التسعيرة. هاي التسعيرة هسه هذا ماخذينها على 214,000 دينار للإطارات اللي موجودة هم مخصصة. هسه احنا ايش راح ندقق على سعر الإطار بيش هم جايبينه السعر مالته وايش قد الكلفة اللي يحسبه فوقها، نشوف إذا أكو اختلاف عن السعر المخصص من قبل البنك المركزي العراقي اللي يبيعون ضمن السعر السوق الموازي راح يتم اتخاذ إجراءات القانونية بحقهم، وإذا كانت لا ضمن الوصول وضمن التعليمات واحتساب مع احتساب سعر الكلفة بالإضافة إلى السعر المخصص من قبل البنك المركزي العراقي على 1320 واحتساب سعر الكلفة راح يتم إخلاء سبيلهم وتعتبر إجراءات أصولية وما عندنا أي مخالفة. نتعرف على حضرتك. أنا موظف. نعم. شنو وجهة نظركم بهذا الإجراء؟ والله عاشت إيديهم، والله عاشت إيديكم على هذا الشيء، يعني المفروض يطبق على الكل، لأن أكو بس كل شيء أكو تزوير، أكو باي أمور، وإحنا واحد من الناس اللي متأذين. يعني على واه حتى يطبقون على المركمة البطارية. هاي المركمة البطارية مالتنا حصرة وعندنا فيها شالة منشأ صار له 15 سنة وتزور وتوزع بالسوق، وإحنا أول ناس ضربنا وتأدينا. يعني على واه يطبق على الكل هذا القانون. يعني أنتم مع هذا الإجراء؟ إحنا مع هذا الإجراء نعم، والحمد لله والشكر. إحنا شغلنا كله بالعراقي، وأسعارنا مال الفواتير موجودة وبالمنصة أيضا همنا موجودة. انت داخل ضمن المنصة؟ طبعا. نعم. هل احتلقيها كلها عندك التفاصيل؟ هو جاهزة بس قصدي يعني بعد ما موديه للبنك. شوف بس هاي كل حوالة تفاصيلها. المنفست مالتها تصريح الجمركية. انت من تستورد انت؟ مثلا من تركيا.
من تركيا. نعم. الإطارات اللي تجيب من شنو هن؟ طبعا زراعي وصناعي. زراعي وصناعي. زراعي وصناعي. نعم. اعطيني قوائم مالتك مالت البيع مال المفرد. نسيت قوائم اللي عندي موجوده. اعطيني مال المفرد. حتى التسعيره هذه كلها عراقي هذه يمك ما عندي التسعيره. اعطيني التسعيره اشوفها اذا ما تصير زحمه عليك. ها مثل ما تلاحظون نوع الاطار الحجم مالته بالاضافه الى التسعيره بالعراقي بالدينار العراقي. شو رايك؟ والله احنا تدري يعني بالنسبه عندنا هسه عقبات موجوده يعني بده يصير تاخير عندنا بالحوالات كلش فتره طويله يعني تدري التتاجر صعبه عليه مرات تجي بضاعه بالحدود بالميناء واقفه مثلا والحواله ما طالعه طول تقريبا شهر 25 يوم شهر وتكلفنا غرامات تكلفنا تاخير يعني هاي المشكله يعني طبعا لو 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 كل الحوالات تطلع على مدى مثلا 5 ايام اسبوع صدقني باكر سوق الموازي يصير 1320 كله وجزء يسوي بالدولار العالم شو يسوي بالدولار يعني التاجر شو يسوي بالدولار هو يريده عمود عمود التحويل اذا التحويل البنك موجود وده يبيع مباشره ما عنده مشكله فلو بس انتم هذا الموضوع تركزون عليه موضوع الحواله التاخير 20 يوم 25 يوم مره شهر انا عندي حواله هسه بالتي بي اي صار 35 يوم 35 يوم وطبعا هذه مشكله يعني انت تدري توصل البضاعه عندك بالحدود وعليها غرامات عليها يعني هاي تتحمل على الكلفه بينما تطلع خلال 5 ايام عم اسبوع هم نقبل يعني اذا تطلع باسبوع صدقني باكر تشوف السوق كله 1320 وما عندنا اي مشكله جدا مهمه هذه الحمله ليست بالهينه ولأنه صعبة تعرفون تجار كثر السوق مفتوحة عندنا بالعراق لذلك يجب على التجار أن يأخذون حذرهم هذه ليست الحملة الأولى ولن تكون الأخيرة يجب أن يكون هناك فعلا لأنه إحنا يعني جاي تعرفون أكو أشياء جاي نشتريها من الممكن أرجع وأقول مو بس هي موضوع فلوس هي موضوع أنه هم قاعد يتلاعبون فعلا بحياتنا ممكن أنت تشتري فتشي تعتقد خلينا نقول مدفأة تعتقد أنه هي يعني زينة ومن منشأ زين وإذا بيها تجيبها للبيت هي من منشأ رديء ويومين وثلاثة ويحترق البيت وجاي نشوف إحنا جاي نشوف قاعد يصير عدم وجود رقابة بالضبط فعلا يعني الموضوع مهم جدا يا ريت أنه هذه الرقابة تكون موجودة من كل الجهات يعني صح. حتى كل جانب تكون موجودة بالمنافذ الحدودية بالجمارك أنه لازم تكون متابعة للمنتج اللي داخل لأنه إحنا ما شاء الله يعني مع جل احترامنا لكل تجارنا اللي يذهبون للصين أو لبقية الدول حتى يستوردون بضاعة يروح يقول له أريد نفس هذا بس بسعر أقل يعني هذا مثلا على سبيل المثال خلينا نقول بعشر دولارات يقول له أريد مثل هذا بس بأقل بالصين الكل يعرف والكل سامع هذه القصة يقول لك أنه أكو موجود بتسعة وأكو بثمانية وأكو بسبعة وأكو حتى بدولار هو نفس المنتج بس الكواليتي مالته يقل بالتالي أنه هذا يمشيك يوم يومين وهذا ثلاثة وسمعنا أحد القصص أنه واحد تاجر كهربائيات رايح للصين قال لهم أنه أريد قلوبات بس على قد الفحص أفحص وانطهي وهو من يروح بعد فهذه مشكلة المفروض أنه تكون عندنا متابعة مستمرة موضوع ثاني أنه التاجر هسه هو أغلب التجار أنه مدعومين حكوميا أنه يستلمون حصة الدولار من الحكومة وهذا معروف ليش أنه أنت يعني تشتري الدولار بسعر الصرف الطبيعي 132 أو 35 ليش أنه تبيع بسعر السوق يعني ليش أنه تحمل المواطن ثمن هذه التكلفة يعني ما تفكر بالمواطن أوكي أن أنت تريد تستفاد تريد أنه رزقك يزيد لكن مو بهالجشع هذا مو بهالتفاصيل هذه اللي تثقل كاهل المواطن أتمنى من تجارنا وأصحاب المحال التجارية والمخازن أنه أيضا يراعون الوضع الاقتصادي لإخوانهم اللي موجودين في كل المحافظات العراقية لا تستغل أنه أوكي ربحك خليه يكون معقول ولا تزيد ضعف ضعفين وبالتالي أنه تخلي السوق يقب نار وتستغل كل مناسبة تحدث في العراق يعني إحنا مقبلين على رأس السنة الميلادية وأكيد أنه الناس راح تتبضع وراح تتجهز من أجل بعض العزائم اللمات وغيرها والمطاعم أيضا راح يصير بها سحب للمواد الغذائية بشكل أكبر فأتمنى أنه ما تستغلون هذا الموضوع وتخلوا الناس تتونس وتعيش هذه اللحظات الجميلة على المستوى العائلي لأنه إحنا نرجع ونقول أنه على المستوى العام كاحتفالات عامة ماكو هالسنة في العراق تضامن مع أرواح ضحايا الحمدانية وضحايا غزة هذا الموضوع خلوه
بالحسبان، وخلوا دائما بين عيونكم وفكروا بي وفكروا بمصلحة المواطن العراقي. صحيح. نروح لموضوع آخر قريب على الأسواق، لكن هذا السوق عمره 100 سنة واللي هو سوق الحلة الكبير. هذا السوق يعني هو شاهد على دمار المدينة بأكملها، صار له سنوات هو يعاني الإهمال. في كل مناسبة، في كل مرة في برنامج أهل المدينة نسولف بتفاصيل هذا السوق، لكن للأسف ماكو أي أذان صاغية. أخيرا وليس آخرا أنه جهات حكومية استجابت وبدت أنه حالة هذا المشروع اللي هو مشروع إعادة تأهيل وتطوير سوق الحلة الكبير لشركة عاملة في مجال الإنشاءات والمقاولات. هذه شركة باشرت لأيام معدودة، لكن بعدها جهة أمر تركت العمل لخلاف معين أو بسبب مجهول بينهم وبين الحكومة المحلية، الله أعلم. لكن أنه سحبوا آلياتهم وخلوا شارع المكتبات بحالة مأساوية، بوضع مزري بشكل لا يطاق. هذا الوضع أنه سبب خسائر كثيرة لأصحاب المحال التجارية، وبالتالي أنه خلاهم يعانون ويناجدون من جديد الجهات الحكومية بإرجاع هذه الشركة أو باستبدالها بشركة أخرى من أجل إكمال هذا التلكؤ اللي حدث بمشروع تأهيل سوق الحلة الكبير وشارع المكتبات. احنا حتى نسولف تفاصيل أكثر عن الوضعية المأساوية اللي عايشيها أصحاب المحال التجارية وأيضا المواطنين اللي دائما يزورون هذا السوق الكبير. ينضم لنا من هناك مراسلنا سرمد بليبل. حياك الله سرمد. مرحبا رافت، مشاهدينا الكرام حياك الله. بالتأكيد رافت، اليوم نتحدث عن سوق تاريخي في مدينة تاريخية مهمة، هي مدينة نعم. الحلة ومحافظة بابل بشكل عام. أنا أقف الآن أمام مديرية بلدية الحلة نعم. ومثل ما تشوفي أنا حاولت أختار مكان تكون به الإنارة واضحة حتى الناس يشوفون، لكن هو هذا واقع للأسف مدينة الحلة. ومثل ما تحدثنا أنه هذا السوق شاهد على إهمال هذه المدينة وسوء تنفيذ المشاريع بداخلها، وايضا التلكؤ اللي دائما ما يحدث في مشاريع التطوير اللي موجوده في محافظه بابل. هنالك خسائر كبيره بالنسبه للمواطنين من اصحاب المحال التجاريه. اليوم نتحدث عن مركز المدينه والمكان الاكبر للتبضع بالنسبه لجميع المواطنين الموجودين في محافظه بابل. لذلك هاي الخسائر الكبيره لابد انه يتم تحريك العمل ولو بشكل قليل بالايام القادمه ورفع هذه النفايات. سرمد احنا تحشيتنا نبدا مختصر عن هذا السوق وعن تاريخه، لكن اليوم اريد اسالك عن سبب ترك هذه الشركه اللي كانت قائمه باعمال تاهيل سوق الحله الكبير. شنو السبب اللي خلاها تنسحب وتركت الشارع او السوق بهذه الوضعيه المأساويه؟ نعم رافت، المشكله الكبيره هي في شارع المكتبات. أما الأماكن الأخرى تقريبا لا توجد هنالك مشاكل كبيرة، لكن شارع المكتبات يبدو أنه هذا يعني عملية الترميم والإعمار في هذا الشارع لم تكن هنالك إدراج لموضوع المجاري. تفاجأت الشركة بوجود كثير من المصاب اللي من الأحياء اللي تكون مرتفعة عن سوق الحلة، لذلك تسبب أنه يعني هنالك طفح للمجاري أمام المحال التجارية. لذلك هذه المشكلة تسببت بتوقف الشركة. هنالك يعني حديث يدور داخل المحافظة وأيضا المؤسسات المعنية أنه في قادم الأيام راح تكون هنالك حل لهذا الموضوع. أنا أتحدث رافت يعني حديث الخبراء، حديث المراقبين اللي موجودين في محافظة بابل، لما تكون هذه الطريقة بمنح المشاريع؟ لماذا لا تكون هنالك تحسب لمثل هذه الامور؟ فعلا هو هذا اللي اريد نتناقش به سرمد، انه من وضعوا خطه لتاهيل شارع المكتبات او للسوق او المكان المجاور له في اي جهه كانت، ليش ما فكروا او ليش ما انه درسوا او بلغوا الشركه اللي هي يعني مسؤوله عن اداره هذه الاعمال انه يابا ترى اكو مصب لمجاري لمناطق مجاوره اعلى من شارع المكتبات، وبالتالي انه راح تسبب لكم مشاكل كثيره، حاولوا تصلحوها قبل لا تبدون الاعمال بهذه الشارع، مو كان المفروض انه يكون هيك اتفاق؟ بالتاكيد رافت، لكن في بابل يبدو الموضوع مختلف. انه الاعلى سلطه ربما هنالك ايضا حديث انه يعني هنالك تدخلات لا يعني من بعض الجهات اللي موجوده في محافظه بابل، لذلك نشوف هنالك تسرع في موضوع الاحاله. ومثل ما حدث في شارع 60 وتحدثنا سابقا، هنالك كثير من التجاوزات على هذا الشارع، واليوم احنا من شهر نيسان حتى اليوم هنالك تلكؤ في العمل
ويضاف إلى مجموعة المشاريع اللي موجودة في محافظة بابل. اليوم نتحدث عن مكان مهم جدا، واجهة التبضع بالنسبة للناس اللي موجودين في محافظة بابل، ويبدو في هذه الصورة المأساوية للأسف الشديد. الحديث أيضا رافت بقية نعم. المشاريع تواجه نفس المشاكل تقريبا، مشاكل مختلفة يعني في محافظة بابل بسبب أيضا سوء الإحالة أو سوء التنفيذ أو سوء اختيار الشركات. لا نتمنى أن نرى هذه الصور في مدينة مهمة، مدينة الحلة ومحافظة مهمة مثل محافظة بابل، لكن للأسف الشديد هذه الصور تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي في جميع محافظات العراق، لذلك أصبحت صورة المدينة أمام باقي المحافظات هي صورة الإهمال وتلكؤ المشاريع. طيب بعد ما انتشرت هذه الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا بعد ما أن الشركة تركت هذه الأعمال، اليوم الحكومة المحلية في بابل شنو فكرت أو شنو خططت للأيام القادمة؟ هل هناك حلول سريعة؟ هل هناك بدائل أخرى من أجل حل هذه القضية بسرعة العاجل، لو أن الوضع راح يبقى مثل ما هو لأشهر عديدة؟ بالتأكيد رفت كما قلت لك، هنالك يعني مصادر لدينا تحدث عن هنالك خطوات قادمة ربما أنه يتم حل هذا الموضوع، لكن ليس بشيء رسمي. الحكومة المحلية لم تصدر أي بيان باتجاه هذا الموضوع، كل الحديث اللي دار هو حديث مواقع التواصل الاجتماعي وحديث من هنا وهناك، لكن نحن نقول أنه يجب أن يتم اختيار الشركات بدقة، ويجب أن تحل المشاريع بدقة طيب حتى ما نوصل طيب لهذا المستوى. طيب سلمى، إيش عجب يعني أصحاب المحال؟ هسه الناس تتبضع، ممكن واحد يجي مو بشكل يومي إلى هذا المكان، لكن أصحاب المحال هذا رزقهم، إيش عجب كل هذا الصمت؟ أكو يعني أحيانا نعتب على الناس أنها ما توصل صوتها حتى مو للجهات المعنية، يعني مثلا للإعلام، حتى نكون يعني أداة ضغط ونثيرها كرأي عام. السكوت هذا فترات طويلة، يعني هل هناك مثلا وعود كانوا ينطوهم إياه حتى يسكتوهم كل هذه الفترة؟ أزل هذا السوق خضع لأكثر من خطوة ما بعد 2003، والخطوات الأخيرة هي كانت باتجاه إزالة التجاوزات اللي موجودة في سوق الحلة الكبير، وإحنا أيضا تحدثنا بهذا الموضوع. نعم. الإهمال متراكم في هذه المنطقة يمتد ل 2003، لذلك عملية العمل في هذا المكان كانت هنالك صعوبة كبيرة بالنسبة لإدامة وتطوير هذا المكان. بالنسبة لأصحاب المحال بالتأكيد هم تحدثوا في من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا من خلال الخطوط اللي موجودة مع الجهات المعنية اللي موجودة في المحافظة. لذلك هم اليوم يتحدثون إن هنالك مشاكل اقتصادية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، يضاف إلى هذه المشاكل اللي متعلقة بعملية تطوير السوق. اليوم نتحدث عن واجهة مدينة طبعا. لذلك تشوفين هذه الخسائر اليوم موجودة بالنسبة للناس، وأيضا هنالك أيضا حركة تبضع باعتبار أعياد ميلاد ورأس السنة، فلذلك الناس ربما يتحركون في هذه الأسواق ويريدون أن يتحركون في جو ملائم، جو صالح للتسوق. هذا أبسط حق لأي إنسان أصلا أن يتبضع بشكل طبيعي. العموم تدري نهاية سنة كل الأشياء تتوقف، من الممكن مع بدء العام الجديد إلا الهدايا. ممتاز، شكرا حجتها نيابة عني. لكن رغم هذا إحنا راح يعني نحاول أنه حاليا، راح يقول لك حاليا كل شيء متوقف، مع بداية السنة يكون هناك ضغط على مثل هكذا مشاريع، خاصة أنه الحكومة أطلقت أنه هذه السنة سنة 24 راح تكون سنة إنجاز وإعمار، ويعني تمشيت كل المشاريع المتوقفة في السنين الماضية. احنا نشكرك سرمد بليب المراسلنا هناك، إن شاء الله يا رب نرجع ونقول أنه ما مستحيل، هي ماكو عندهم العصا السحرية خلال أيام يتم إعادة العمل بالمشاريع. نعرف أنه نهاية سنة أكيد مع بداية العام الجديد يكون هناك المفروض خطط واضحة. صح، هاي نهاية سنة بما يخص أنه مثلا المشاريع الجديدة اللي راح تنطلق، لكن أنه مشاريع مخصصة لها أموال وبدت من فترة طويلة، ماكو داعي أنه تتوقف حتى على رأس السنة. يعني هو مو الليغا الإسبانية ولا هو دوري أبطال أوروبا حتى يتوقفون بمناسبة الأعياد وراح يرجعون، لا، هو ترى الشغل موجود في هذه الشركات، والحكومات المحلية مجبرة على إكمال هذه المشاريع المتلكئة في كل المحافظات العراقية. يعني ما المفروض أنه نشاهد تلكؤ بمثل هذه المشاريع، المفروض من البداية أنه يكون أكو تخطيط، أكو اجتماعات مشتركة لكل الجهات المعنية، أبو المحافظة، أبو البلدية، أبو الماء والمجاري،
ابو الانترنت، ابو الكهرباء، الكل يكون موجود على طاوله واحده حتى يبدون يخططون للمشروع اللي راح يبدون به بقادم الايام. مو والله انا اجي واحيله لشركه واخلي الشركه تباشر وبعدين ها انا اسف اتذكرت والمجاري اعلى من عندكم فراح يصير مصب على هذه المنطقه. لا ماكو هيك منطق، ما اعرف والله يعني هذه الحلقه المفقوده اللي هي حلقه التواصل ما بين الدوائر الخدمية وما بين دوائر الدولة. يا ريت أنه ترجع، يا ريت أنه المسؤولين في الحكومة العراقية في الوزارات يا ريت أنه يرجعون هذه الحلقة المفقودة، يخلون خطة عمل حقيقية وصحيحة 100% حتى نخدم المواطن العراقي، ما نخلي أنه يدفع ثمن أخطاء الناس اللي موجودة بهذه الحكومات المحلية اللي ثبتت فشلها على مدى السنوات الماضية، ولحد هذه اللحظة ما قدموا شيء لمحافظاتهم ولا لأهاليهم اللي انتخبوهم ووصلوهم لهذه المرحلة وخلوهم يتسنمون مناصب كبيرة جدا في الحكومات المحلية. طيب نروح إلى موضوع آخر كلش مهم إحنا دائما نحكي به للأسف، لكن ماكو إلى حل، والموضوع هذا هو في صلاح الدين صح، لكن هو لا يخص فقط صلاح الدين، يخص كل المحافظات العراقية بشكل عام. موضوع الكلاب السائبة اللي هي قبل أو سابقا كانت كلاب سائبة فقط، هسه كلاب سائبة مسعورة من الجوع، من تصرفات بعض الناس وبعض الأطفال. إحنا ما يعني سابقا نتعايش مع الحيوانات، إحنا هسه لا العصافير خلصت لا القطط. قبل أيام كان هناك مقطع فيديو أو مقطعين أنا شفت يعني تعذيب قطة بشكل، طبعا هذا رح يكون ردة فعل قاعد يشوفون. حتى القطط سابقا كانت مسالمة وما تخاف من عندنا، حاليا القطط تخاف من عندنا، كل شيء بدا يخاف من عندنا نتيجة إحنا رد فعلنا، لأن إحنا المفروض نعيش في دائرة واحدة، نعيش ضمن تونا كنا تحكي أو بالبداية تحكي عن المحبة والسلام، هي مو بس بين البشر، بيننا وبين الكائنات اللي تعيش ويانا. إحنا حتى مع الزرع لا نتعامل بشكل طبيعي، ويا ما طلعنا إحنا مقاطع فيديو البلدية تزرع أو الناس تزرع بالشوارع، ناس تقوم أو أطفال يقومون باقتلاعها. ليش؟ لأن ما متربين من الصغر أنه هذه أشياء المفروض طبيعية، وأنه أنت لازم تحافظ على البيئة العايش بيها أو المكان العايش بيه. بالضبط موضوع الكلاب، الكلاب سابقا كان حتى عددها اقل، احنا هسه مع توسع المدن مع الفوضى الموجوده زادت الكلاب السائبه، واحنا كبشر ايضا بدينا نتعامل بوحشيه، فهناك رده فعل عكسيه او هي طبيعيه حقيقه من الكلاب ان يكون عندها رده فعل نحونا. لكن من اللي يدفع ثمنها؟ يدفع ثمنها الاطفال خاصه، اللي يروح على امان الله الى مدرسته، اللي يروح يشتري من مكان، واحيانا بعض الكبار. وصلتنا مناشده من أكثر من شخص طبعا في صلاح الدين، وسابقا أو قبل فترة بسيطة طلعناها في ديالة، والبيطرة والجهات المعنية كلها عاجزة عن إيجاد الحل. بنفس الوقت بعض المحافظات تعاني من قلة الدواء، لكن إحنا ما نريد توفر الدواء على حساب أنه أكو كلاب سائبة أو أكو هناك عضة للكلاب، هي بس الخوف كافي. في صلاح الدين بالتحديد في منطقة القادسية شارع أبو عقرب هناك هجوم لكلاب سائبة لطفلين مو واحد، وراح نشوف احنا يعني مقطع الفيديو مخيف اللي ترصد طبعا بعض كاميرات المراقبه. تتخيلوا انه واحد يعني ما الناس تحبس اطفالها، يعني لازم تروح الى مدارسها اخو، مو لازم واحد يعني لازم يروح لازم ماخذ ابنه، اكو ناس بشكل طبيعي تروح تمشي تروح الى مدارسها تروح تشتري تروح الى مكان معين. مقطع الفيديو يظهر لنا انه الطفل كان يمشي وتعرض الى هجمه كلاب. زين الى متى احنا نبقى نناشد الجهات المعنيه؟ والجهات المعنيه اذا طلعت ويانا في يوم من الايام قبل فتره قال لك والله احنا نسممهن، ماكو شيء منطق انه اقوم بتسميم الكلاب وبالشارع او اقوم بقتلها امام الناس الماره وبعدين تجي ما اعرف يا سياره تلم الكلاب السائبه. هذا مو منطق، المفروض اكو حلول. العالم شلون قاعد يحل؟ يعني ابسط شيء انه اكو بلدان جاي تلقح الكلاب، اكو بلدان جاي تحاول انه تحطهم في محميه. يعني يجب ان يكون هناك حل يرضي الجميع، احنا ما نريد ندخل ايضا في مشاكل، هذول هم ايضا حيواناتهم موجوده ضمن يعني عايشين في هذا البلد، ايش نسوي؟ بس قتلهم وبهذه الطريقه يعني هسه انت هم لو تسحبهم، انا ما بدي ادخل هم بعد في نقاش مع منظمه حقوق الحيوان، لكن انت تقتلهم امام الناس امام الاطفال، انت جاي احنا نريد نخلص من 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 مظاهر او من مناظر العنف وانت تسويها امام الناس، ويقول لك انا ما عندي حل، انا ما عندي حتى انه اقتلهم، هاي الفلوس اللي اسمم حيوان. يعني كل للاسف الحلول هي دائما تؤدي الى العنف الى القتل الى يعني انت راح تبقي ايضا كلاب سائبه موجوده في الشارع، هذه من تشوف اصدقائها وجماعتها جاي تنقتل وجاي تتسمم، هذا ايضا راح تولد ردود فعل من قبل الكلاب. اذا يجب ان يكون هناك خطه حقيقيه، الكل يقعد كجهات كلها معنيه، ويجب ان يوضع
خطة يعني على مدى سنوات إنه شو راح نسوي مع الكلاب ولا عددها راح يفوق أعدادنا إحنا كبشر، وجاي يشوفوها حتى بالحجم صارت أكبر، شرسة جدا، مخيفة جدا، مالئ الشوارع في كل مكان، حتى المناطق ماكو بعد منطقة هذه راقية وما بي، كل المناطق فيها كلاب سائبة والناس تخاف تطلع من منازلها، وهذا يشكل رعب حقيقي، واللي يطلع يتعرض إلى الكلاب أو عضة الكلاب ويعيش أيام وأشهر بلوعة الألم وممكن ما يحصل الدواء، ومثل ما شفنا هناك الكثير من الناس قد فقدت حياتها بسبب هذا الموضوع. ما معقول احنا خلصنا 23 وراح ندخل 24 وبعدنا نحكي انه هناك كلاب سائبة ومسعورة وما قادرين نحل قضيتها كما العالم فعل. يعني اكيد هي قضيتها تحل بشكل بسيط جدا، يمكن البعض يتصور انه بقتلها انه انا راح احل مسألة، ما هو التكاثر موجود وهي أعدادها مخيفة. في حلقة من الحلقات في برنامج أهل المدينة أنه ذكرنا الأعداد في بغداد، في العاصمة بغداد، وأيضا في بقية المحافظات العراقية، لكن أنه إحنا اليوم لو نجي نبسط، أو مثلا مو مبسط الموضوع، لا أنه خلنا نأخذ تجارب دول مجاورة مثلا على سبيل المثال. ليش هسه إحنا من نسافر والكل مسافر والكل شايف، وحتى المسؤولين نفسهم اللي موجودين كون أنهم إفاداتهم مستمرة لهذه الدول يروح يشوف أنه كلابهم وقططهم لطيفة ونظيفة وتواجدها سلس وتعاملها سلس مع المارة. ليش؟ لأنه أكو اهتمام بهذه الحيوانات الموجودة في هذه الدول. لكن احنا اليوم مصعبين الموضوع، نقدر نستعين بنفس التجربة اللي قاموا بها وطبقوها على أراضيهم، احنا نقدر نجيب هذه اللقاحات وأيضا نمنع من موضوع التكاثر ما بين الكلاب السائبة، وبالتالي أنه نطعمهن عن طريق معامل، نسوي معامل إنتاجية تنتج غذاء، وجبات غذائية للكلاب، وتوزع عن طريق دوائر البلدية وفي كل مكان مخصص أنه يكون أكو كلاب، وإحنا نبدأ نغير من طريقة تعاملنا، من عاملهم بعنف حتى هن لا يكون عندهم رد فعل سلبي اتجاه أي مواطن، وبالتالي يعيشون حالهم حال بقية الحيوانات اللي عايشة في دول مجاورة متآلفة مع الناس في كل مكان، في المطاعم، في الأسواق، في الشوارع، في المولات، في الباركات، في أي مكان. وهذا اللي نتمناه، خلينا ننقل هذه التجارب الإيجابية بالتعامل مع الحيوانات الأليفة والغير أليفة من دول الجوار وندخلها على الأراضي العراقية. نروح لموضوع آخر، موضوعنا الآخر راح نتحدث به عن التكنولوجيا، مزايا جديدة تحملها لكم اليوم شركة سامسونج، وخاصة في العراق كون أنه هي طورت وواكبت التطور في موضوع التكنولوجيا في كل دول العالم، واليوم هذه التجارب أيضا نقلت وكانت متوفرة في متاجر عراقية. هذه الهواتف الذكية والشاشات أيضا والساعات اليدوية اللي تخدم المجال باستعمالها اليومي راح تلقوها موجودة في سامسونج العراق وفي شركات ومكاتبهم موجودة في كل المحافظات العراقية. كن متميز واختر منتوجات سامسونج. يعتبر هاتف جالكسي زد فليب 5 هو الخيار صراحة الأنسب والأمثل. شاشة الجهاز هي من نوع دايناميك أموليد 2X، طبعا تجي تكون قابلة للطي مع حجم 6.7 إنش، معدل تحديث عالي ودعم 10 HDR+. الكاميرا الخلفية هي مزدوجة، يعني يحتوي على كاميرتين خلفية. دقة الكاميرا الوحدة 12 ميجا بكسل. جالكسي زد فولد 5 سامسونج قامت بدعم الإصدار الجديد عن طريق إجراء بعض التحسينات بالتصميم، فقامت بإزالة الفجوة الفاصلة بين الشاشة عند طي الجهاز. يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية بتكون 12 جيجا بايت، وأيضا سعة تخزين 256 جيجا بايت و 512 جيجا بايت، وصولا إلى 1 تيرا بايت. امتازت ساعات الجالكسي واتش 6 والجالكسي واتش 6 كلاسيك بأنها صممت خصيصاً لمساعدة المستخدمين على تبني عادات صحية سليمة. تزويد المستخدم بمعلومات صحية شاملة خلال اليوم بتبني أنماط نوم يعني مختلفة. إحنا مو قلنا كل شيء متوقف وصار ما تقال إلا الهدايا، يعني على ذكر الهدايا فعلاً يعني هي ضروري صراحة. صح. أنه فرحوا خاصة الأطفال
بهدايا بسيطة حتى لو كانت 1000 دينار. هاي أنا العام ذكرتها وأول العام، هالسنة أذكركم بها. لا بأس أن تضعون تحت الشجرة لأطفالكم وحتى لزوجاتكم ولأختكم لأمكم هدايا بسيطة فرحوهم بالسنة الجديدة. إن شاء الله باكر نلتقي ومواضيع جديدة. هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر في أمان الله. إذن وصلناكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.